السلام عليكم، وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد من سلسلة الروبوتات بالعربي. أنا مهند، واليوم رح ورجيكم كيف فينا نبرمج روبوت لحتى يقوم بعملية نقل قطعة من مكان ووضعها بمكان آخر خلال أقل من دقيقتين. خلينا نشوف مع بعض. مثل ما لنا شايفين، أول شيء بنقوم بإنشاء برنامج جديد وبنعطيه اسم لهذا البرنامج. بعدين أول خطوة بنقوم فيها هي تعليم نقطة، وبالتالي بأول آيكون أو أيقونة سحبناها تم تعليم نقطة معينة للروبوت. وهلأ المبرمج قام بتفعيل ميزة الحركة اليدوية للروبوت بحيث أنه يقدر يحرك روبوت بإيده، وبهالطريقة قدر أنه يحرك روبوت لنقطة معينة ويخزنها برنامج الروبوت. بعدين حرك الروبوت للقطعة المطلوبة، وأيضا عبارة عن أيقونة أخرى لحفظ النقطة يلي وصل عليها الروبوت، وبعدين أيقونة لإغلاق الجريبر. وبعد الانتهاء من الإغلاق لازم الروبوت يرجع يطلع للنقطة الأولى يلي ابتدى منها. وبعد ما ينتقل الروبوت من هاي النقطة، عم نشوف هلأ بالفيديو، لازم يتحرك الروبوت للنقطة اللي بده يحط فيها القطعة، وأيضا بكل بساطة بيتم سحب أيقونة وحفظ هاي النقطة، وأيضا بيمشي الروبوت للمكان اللي بده ينحط فيه القطعة يفتح فيه الجريبر ويتم حفظ النقطة مثل ما شايفين. كل العمليات عبارة عن دراج أند دروب. وبعدين لما يوصل الروبوت للنقطة المطلوبة بيتم فتح الجريبر وبالتالي القطعة تمتلك. تمام، عم بيتم بس عبارة عن إعادة البرنامج من الأول عشان يتم اختباره. هلا بنشوف كيف راح يتم اختبار البرنامج بشكل كامل. تم وضع القطعة بمكانها الأصلي، وهلا راح يتم تشغيل البرنامج بشكل أوتوماتيكي لحتى ينفذ الروبوت العمليات اللي برمجناها عليها. مثل ما احنا شايفين، الروبوت نزل، مسك القطعة، رفعها، فقد المكان المطلوب وحط القطعة مكانها. عملية البرمجة تمت بأقل من دقيقتين. الهدف من هذا الفيديو كان نورجيكم كيف عملية برمجة الروبوتات صارت سهلة وممكنة انه اي حدا يبرمجها، مو بس الناس المختصين. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. في حال عندكم اسئلة اخرى بهذا الخصوص اكتبوها بالتعليقات. السلام عليكم.